ازاي تقفل عداد التستوستيرون عندك بشكل طبيعي. ولد عيب. هولا اميجو، حليم معاك دكتور علاج طبيعي ومرشدك في طريقك لبيتر لايف. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه. انت لو جاي لي دلوقتي ومستنيني اقول لك انت ليه محتاج تزود التستوستيرون عندك، ف هقول لك حاجه. التستوستيرون هرمون لطيف بيزود قوه العظام، بيزود الكتله العضليه، وهو المسؤول عن اظهار الصفات الذكوريه زي الصوت الغليظ، اللحيه، واللي احنا عمالين نلف وندور حواليه من بدايه الفيديو، اللي هي الخصوبة والوظائف الجنسية. فلو عاوز تعرف ازاي تزود التستوستيرون عندك من غير اي ادوية ولا اي مشاكل جانبية، فحب اهنيك انك وصلت المكان الصح. لايكك سبسكرايبك وفعل الجرس، شد الكرسي واكتب ورايا. هنبدأ الاول بالاكلات اللي بتزود التستوستيرون. اول حاجة هي الخضروات اللي اوراقها خضراء زي السبانخ والكرنب، اللي بيكون فيهم معادن زي المغنيسيوم اللي بيدخل في تكوين التستوستيرون، غير ان ليه دور مهم في تقليل الالتهابات والاكسده اللي بتحصل في الجسم، والاكسده والالتهابات دي بتقلل افراز التستوستيرون من ناحيه ثانيه. كمان سعراتهم الحراريه قليله جدا، يعني مش هيزودوا وزنك ولا دهونك، اللي بالمناسبه الدهون لما بتزيد في الجسم بتقلل التستوستيرون برضه. الجرجير مثلا اللي مليان نايتريتس، النايتريتس دي بتحسن الدورة الدموية وبتزود امداد الجسم للاكسجين، ودول هيحسنوا افرازهم كمان. بعد كده هنروح للاسماك الدهنية اللي مليانة فيتامين دي وزنك ومغنيسيوم واوميجا 3، ودي كلها حاجات بتزوده برضه، ده غير فوائدهم للعظام والاعصاب والبناء العضلي ورفع معدلات النشاط، زي ما تكون واخد منشطات. واخد لي بالك انت من السمك والجمبري والفوسفور؟ ولو السمك والحاجات دي مش جايه معاك ومالكش في جو عالم البحار ده، فانت ممكن تاخد فيتامين دي والزنك والاوميجا 3 كمكملات عادي، المهم ان دول لا غنى عنهم. كمان الدهون الصحيه الموجوده في الاسماك دي بترفع مستويات التستوستيرون عندك عكس انواع الدهون الثانيه. بعد كده الكاكاو اللي مليان مغنيسيوم اللي لسه متكلمين عنه، ده غير فلافينويد، ودي ماده حكايتها حكايه هي كمان، بتحسن الاشارات العصبيه اللي واصله للمخ فبتحسن وظايفه زي التركيز والذاكره، وبتحسن الدوره الدمويه اللي رايحه له واللي رايحه للجسم كله، وبتقلل التهابات والاكسده، واكيد بتزود افراز تستوستيرون. نركز مع الكاكاو شويه، ده لمصلحتك. بعد كده هنروح للبيض، ولا ما تفهمنيش غلط، انا اقصد بيض الفراخ. هو فيديو كله غلط من الاول للاخر، يلا ما علينا. البيض مصدر مهم للدهون الصحيه، وقلنا الدهون الصحيه بتعمل ايه؟ مليان بروتين وسيلينيوم ومضادات اكسده، ودي كلها حاجات بتزود افرازه. ولو مقلق من الكوليسترول اللي فيه، فالكوليسترول اللي فيه صحي، ممكن تاكل منه لحد 7 بيضات في الاسبوع من غير مشاكل. كان لازم برضه نذكر الافوكادو اللي مليان بروتين ومغنيسيوم ودهون صحيه، ودول زي ما بقيت عارف بيزودوا افرازه. الرمان برضه اللي مليان بوليفينول ونيتريتس وفلافينويدز ومضادات اكسده وترابيزات بلياردو بينج. خد عندك بقى زياده في التستوستيرون، تحسين الدوره الدمويه، تقليل الالتهابات والاكسده، تقليل الاسترس، غير كمان السيلينيوم والمغنيسيوم والزنك اللي بيحافظوا على صحة الحيوانات المنوية. خلصنا فقرة المطبخ والشيف شربيني، نخش على الاكشن بقى. جسمك بيطلع تستوستيرون لما بيحتاج يبني عضلات، وانت بتحتاج تبني عضلات لما بتتمرن، وكل ما تتمرن عضلات اكتر كل ما جسمك يطلع تستوستيرون اكتر. طيب ايه اكتر نوع تمرين بيطلع تستوستيرون؟ تمارين المقاومة. طيب ايه اكتر نوع من تمارين المقاومة بيطلع تستوستيرون؟ التمارين المركبة، الكومباوند اكسرسايز، سكوات في ديد ليفت، في عقله، في متوازي، في ضغط، وعيش. اخر حاجه هي النوم، وكفايه اقول لك انك لو قللت عدد ساعات نومك من 8 ساعات ل 5 ساعات يوميا، ففي اول 5 ايام بس افراز التستوستيرون هيقل في جسمك 10%. فلايك سبسكرايب وفولو، واحفظ راس لوجان بيتر لايف، كيب اون تراك.